أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية المسيح، تحية أهل الملكوت، تحية يوم يلقونه السلام. سلام لكم، معكم الدكتور خالد الشمري، مضيفكم في برنامجكم المحبوب المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. أمر الله شعب إسرائيل أن يكرموا أباهم وأمهم، وقد أعطى الله هذه الوصية لشعب إسرائيل، وهي الوصية الرابعة من الوصايا العشرة أو القوانين العشر التي تلقاها موسى من ربنا. ولكن إيش يعني أكرم أباك وأمك؟ كانت هذه وصية من الله أعطاها ربنا لليهود عن طريق موسى، وهذه الوصية بها تعليم أخلاقي وذات التزام أبدي، وهي تؤكد على ارتفاع مكانة المكانة التي للآباء عند العيال. أعزائي المشاهدين، إن إكرام الوالدين يشمل التوقير والاحترام والدعم، وهذا يعني أنك موجود لأجلهم وتهتم بهم من خلال خدمتك ودعمك وزيارتك لهم. لما ربنا أعطانا هذه الوصية أضاف إليها وعدا محددا، حيث قال أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. ولكنه لم يتوقف هنا. في سفر التثنية الآية 5 الإصحاح الخامس الآية 16 تذكر نفس الوصية، ولكن بوعد إضافي عن الذي تم ذكره هنا. يقول أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك، هذا الوعد الأول، ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، هذا الوعد الثاني. لقد ذكر يسوع المسيح نفسه بقوة وصية الله هذه في إنجيل مرقس والإصحاح 17 الآية 10، فقد قال موسى أكرم أباك وأمك ومن لعن أباه وأمه فليمت موتا، وهذا تأكيد من السيد المسيح على أهمية بر الوالدين واحترام مكانتهم. وكرر الرسول بولس هذه الوصية في إفسس الإصحاح السادس الآية 2 و3. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. أعزائي المشاهدين، إن إكرام الوالدين وصية الله لنا أن نبرهم ونكرمهم بكل ما يتضمنه هذا الإكرام، كما أن وصية إكرام الوالدين هي أول وصية بوعد، ويا له من وعد في الحقيقة، لتطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض. نعم، اليوم حنا نعيش عصر النعمة، ولكن وصية الرب ووعده موجودة، والتحدي كمان موجود. تعالوا نصلي هذه الصلاة. يا رب يا إلهنا، نشكرك يا رب على كل وصايا، ونشكرك يا رب على وصية إكرام الوالدين في الأبناء يا رب. أسألك يا رب أنه تحط في قلبهم وفي نفوسهم الأولاد والبنات أنه يكرموا أباهم أبهاتهم وأمهاتهم يا سيد عظيم. وأسأل أيضا للأباء والأمهات أنه يشفقون على عيالهم ويتحننون عليهم يا سيد العظيم. الأبهات والأمهات كانوا أبناء قبل كده، والآن يعرفون قيمة هذه الوصية، فاجعل يا رب الأبناء الآن يعرفون هذه الوصية، وكل من يشاهد هذه الحلقة يتبارك يا رب بهذه الوصية اللي هي الوصية الوحيدة المرتبطة بوعد لكي تطول أيامك على الأرض. أكرم أباك وأمك. أشكرك يا رب على هذه الوصية، بالمسيح يسوع أصلي، لك كل المجد. آمين. الرب راعيني فما أحتاج إلى شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه هادية يقودني، ينعش نفسي ويرشدني إلى طرق البر إكرام لاسمه،
حتى إذا اجتزت وادي ظلال الموت ما أخاف شر لأنك معي، عصاك وعكازك هم معي يشددون عزيمتي. تبسط قدامي مأدبة على مرأة من أعدائي، مسحت بالزيت راسي وأفضت كاسي، إنما خير ورحمة يتبعوني طوال حياتي، ويكون بيت الرب مسكن لي مدى الأيام. أهلي وأحبائي المشاهدين، مدينة اليوم هي أرض آبائي وأجدادي، أصلي وأمجادي، ومنها أسرتي وقبيلتي. مدينة اليوم مدينة شمر الكرم، شمر العزة، شمر المجد والتاريخ، شمر الأرض والشموخ. مدينة اليوم هي مدينة حائل، وحائل يا بعد حي. حائل هي عاصمة الجزيرة العربية أيام حكم آل الرشيد، تقع شرق تبوك بحوالي 650 كيلومتر، ويسكنها حوالي 650 ألف نسمة، ويشتهر أهلها بالكرم اللامحدود. كيف لا وجدهم رمز الكرم، جدهم حاتم الطائي. أرض طيبة وأصل طيب ممدود من الماضي إلى الحاضر في المستقبل، وعاشت حائل وعاشوا أهلي. صلوا معي من أجل حائل وأهلها. يا رب أيها الإله الأزلي الواحد، أحط يا رب أهلي، أهل حائل وشعبي، أرض وشعب أمانة بين يدك يا رب. حط قبيلتي وكل أهل حائل، شيبانهم وحريمهم وأطفالهم وشبابهم، كل نفس موجودة بحائل يا رب، تحميهم وتنعم عليهم بنعمة الأمن والأمان، ويستمتعون ويفرحون بحياتهم من الآن والإلى الأبد. أحطهم أمانة بين يديك، وشكرا يا رب أنك سمعت واستجبت، وأشكرك يا السيد العظيم على حائل وشعبها، بالمسيح يسوع آمين. أعزائي المشاهدين، حان الآن وقت الترنيمة. ترنيمة اليوم هي رسالة من قلب الرب لك. صلاتي انك تتمعن بالكلمات وتصلي بالكلمات هذه، لان كلمات الاناشيد هي رسالة. خلنا نسمع معا هذه الترنيمة الرائعة. صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم.
حياتي يوم عرفت الفادي فيه ابتدت حياتي يوم عرفت الفادي من عرفت ابن الإنسان ولت عني الأحزان من عرفت ابن الإنسان ولت عني الأحزان صار السعد معادي يوم عرفت الفادي صار السعد معادي يوم عرفت الفادي يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي فيه ابتدت حياتي يوم عرفت الفادي ابتدت حياتي يوم عرفت الفادي ومحى كل الظلام ربي رئيس السلام ومحى كل الظلام ربي رئيس السلام عايش فرح معادي يوم عرفت الفادي أنا عايش فرح معادي يوم عرفت الفادي يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي بيها ابتدت حياتي يوم عرفت الفادي بيها ابتدت حياتي يوم عرفت الفادي صار طليق الحر أشرق بها شمس البر قلبي صار طليق الحر أشرق بها شمس البر نبضه يغني ينادي يوم عرفت الفادي نبضه يغني ينادي يوم عرفت الفادي يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي وبيها ابتدت حياتي يوم عرفت صار السعد معادي يوم عرفت الفادي عايش فرح معادي يوم عرفت الفادي نبضه يغني وينادي يوم عرفت الفادي. أعزائي المشاهدين بعد ما استمتعنا بهذه الترنيمة الرائعة ودي نتشارك مع بعض ونصلي هذه الصلاة. يا رب شكرا يا رب انك انت تتكلم معنا بكل الوسائل حتى من خلال ترانيم. شكرا يا رب على انه اليوم انا سمعت صوتك من خلال هذه الترنيمة من خلال هذه الحلقة من البرنامج اللي عم يظهر على قناة الحياة الآن. شكرا يا رب على انك لا تتركنا ولا تهملنا الى ابد الآبدين ودهر الداهرين بالمسيح يسوع لك كل المجد آمين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم. يعتقد البعض بأن الديانة المسيحية ديانة بدون تشريع أو ضوابط، فكل شيء في المسيحية مباح، وأكبر دليل على ذلك ما نراه من شذوذ وانحلال أخلاقي يعيشه المجتمع الغربي المسيحي. لا أمانة ولا أمن، لا سلمة ولا سلام، لا حلالا يحلل ولا حراما يحرم، ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، كما أنهم لا يمنعون من أكل لحم الخنزير وغيره من النجاسات، فلا يفرقون بين الطاهر والنجس. مجتمع يشتكي نقص في الوازع الديني. ولكن هل فعلا لا توجد شريعة ولا ضوابط ولا تعاليم في المسيحية؟ وهل ترك
يتخبطون لا يعرفون ما الحلال وما الحرام. وللتوضيح أولا، ليس كل من اسمه بيتر أو جاك أو يعيش في الغرب مسيحيا، فكونك ابنا لأبوين مسيحيين لا يجعلك مسيحيا بالضرورة، فالمسيحية علاقة واختبار شخصي وحياة مع المسيح، فالمسيحي يجب أن يقبل المسيح في حياته ليعتبر مسيحيا. فأرجو عدم إلصاق أي تصرف من أي شخص بالمسيحية ولو كان مسيحيا، بل لتكن عيونكم وأذهانكم على المسيح دائما. إن في الاعتقاد بأن المسيحيين قوما بلا شريعة ولا ضوابط اعتقاد عار عن الصحة، بل إن الدين المسيحي أكثر شدة في إرساء قواعد حسن الخلق والتعامل ورفع النفس البشرية إلى أعلى مراتب الروحية. فبالإضافة إلى الوصايا العشر والتي يؤمن بها المسيحيون ويطبقونها، فقد أوصاهم السيد المسيح بما هو كفيل أن يرفعهم إلى أسمى درجة النقاء والقداسة. فبالإضافة إلى الوصايا العشر وهي: لا يكن لك إله آخر، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا تسجد له أو تعبده، لا تحلف باسم إلهك باطلا، اذكر يوم السبت لتقدسه، اكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة الزور، لا تشتهي بيت قريبك ولا شيئا مما له. إذن كذلك المسيحية متشابهة كباقي الديانات في تلك الوصايا، ولكن في المسيحية رفع المسيح منزلة النفس البشرية إلى أعلى مستويات النقاء والطهارة، وذلك من خلال إعادة بناء وتجديد قيم ومفاهيم الإنسان، ليجعل منه إنسانا مقدسا نقيا. تلك التعاليم والوصايا الخالدة التي لو طبقها العالم لكنا في أفضل حال. ولنفهم تعاليم المسيح أحبتي، يجب أن نعلم أولا بأن كل تعاليم وبشارة ونعمة وخلاص المسيح لنا أساسها ومصدرها المحبة، فأن أول وصايا السيد المسيح وأعظمها هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وفي الثانية مثلها أن تحب قريبك كنفسك، بل ليست للقريب فحسب، بل قال أيضا: سمعتم إنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل تصنعون. كلام غريب يخالف الطبيعة البشرية، أليس كذلك؟ نعم، هو مخالف للطبيعة البشرية، لكن الطبيعة البشرية الشريرة والتي جاء المسيح ليغيرها وينشئ غيرها. فإذا كان منطق وطبيعة الإنسان أن يكره عدوه، فطبيعة المسيح أن يحبه، وبهذا أوصانا. فكيف لنا أن نكره من أحبهم المسيح وبذل نفسه لأجلهم حتى لو كانوا لنا أعداء؟ ففي المسيح لا نحيا نحن، بل المسيح يحيا فينا. فبالمحبة للجميع وبدون شروط، فهي دستور المسيحية. كما ذهب المسيح أحبتي إلى أعمق وأكبر، فلم يقل لا تزني، بل قال إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، وهذا عكس ما قال آخر: سبحان مقلب القلوب عند النظر لزوجة غيره. فإن كانت عينك تعثرك فاقلعها والقها عنك قاطعا الطريق على الخطيئة، فلم يعد الفعل هو الخطيئة، بل حتى
مجرد التفكير به. أوليس ذلك أشد من قولي لا تزني؟ نعم، إنها قداسة القلب التي سعى المسيح أن تسكن فينا. أما عن الطهارة والنجاسة فقد قال المسيح: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. نعم، إن القلب الخاطئ الشرير ليس نتاج ما نأكل أو نشرب، ولكنه نتاج ما نفكر به ونفعله. فلو شربت ماء البحر طاهرا وفكرك نجسا ما طهرت، ولو شربت ماء البحر نجسا وفكرك صالحا ما تنجست. يا إخوتي، إن النجاسة ليست في الأكل بل في القلب والفكر، فبالأحرى أن تكون حريصا على طهارة قلبك لا طعامك. كما أن المسيحية لم تحاصر الإنسان من كل جانب، هذا حرام وهذا حلال، ليكون أسيرا لا يستطيع فعل شيء إلا بفتوى، بل جعلته رقيبا على نفسه ضمن قواعد مسيحية لفرج الصح من الخطأ. فكل شيء مباحا لي إذا كان يليق، وكل شيء مباحا لي إذا كان يبنيني، وكل شيء مباحا لي إذا لم يتسلط علي. ولك أن تقيس على ذلك لتعرف ما يليق بك دون الحاجة لا لفتوى ولا استفسارات. كما منع المسيح الإنسان أن يكون له فكرا شريرا، فأوصاه أن لا يقاوم الشر بالشر أبدا، كما أوصى أن لا نعيش بالسيف، فمن أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ، بل نعيش بكل تواضع ومحبة ورحمة، لا نعيش بأسلوب الشدة والقسوة. نعم، هذه هي المسيحية، لا حقد ولا كره ولا شر ولا نجاسة، بل حب وعطاء وتسامح وعفة، لا حسد ولا تكبر ولا انحلال كما يفهم البعض، أو كما أريد لهم أن يفهموا. إن في الحديث عن تعاليم المسيح ووصاياه في حلقة واحدة تحد عظيم، ولكن لكم أن تقرأوا وتبحثوا لتجدوا حب الله ومجده. واعلموا إن قلبا به المسيح لا يستطيع الشيطان أن يسكنه. سلام المسيح معكم، ولله المجد الدائم إلى الأبد. آمين. أعزائي المشاهدين، وجاءت الفقرة اللي دائما ننتظرها، فقرة الاختبارات. خلنا نسمع هذا الاختبار اللي وصلنا اليوم. يقول: أشكركم على كل كلمة تساعدنا في حياتنا، لا أعرف ماذا أقول، ولكني أخبركم أن الرب دخل قلبي. آمين. منذ عام 1991 عندما كنت أستمع لعدة برامج، كما تعرفت على بعض الأجانب الذين حاولت من خلال الكتب اللي أعطوني إياها، وهذا ساعدني أن أتعرف على الرب بشكل أعمق، ولكني لم أستطع بسبب ظروفي العائلية والاجتماعية. كانت حياتي هادئة، ولكني الآن أعيش بشخصيتين ولا أعرف أي منهما أن أنزع من حياتي، الشخصية الأولى أم الثانية، ساعدوني. آمين. أنا أصلي لك وأصلي لنفسك وأصلي للناس اللي حولك، فأنا أنصحك وأشجعك أنك تنزع الشخصية القديمة، لأنه كلنا صرنا في المسيح شيء جديد. الرب يباركك ويبارك كل من حولك وكل من يسمع اختبارك هذا، يتبارك بالمسيح يسوع. أصلي لك. آمين. أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم استفدتوا كثير زي ما أنا استفدت من هذه الحلقة. إذا استفدت، أخبر أصحابك عن هذا البرنامج، المجلة السعودية الذي يعرض على قناة الحياة المسيحية. ولو عندك السؤال أو استفسار، حتكون الساعة المباركة أن نجاوب عليه.
راسلنا على البريد الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي اللي حتظهر لكم على الشاشة هالحين. مرة أخرى شكرا لطيب متابعتكم، وأراكم في الحلقة القادمة. أترككم برعاية المسيح. نعمة وسلام.